انطلقت فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته 15. يقام المهرجان بمشاركة أكثر من 30 فرقة تتمثل في الفرق المصرية وفرق من الجاليات الأجنبية المقيمة في مصر. تحت شعار رسالة سلام إلى العالم، انطلقت فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته 15، وذلك خلال الفترة من 17 حتى 24 من سبتمبر الجاري. مهرجان سماع الدولي دي الدورة 15، بيقام المهرجان في الفترة من 17 إلى 24 على مسرح السور الشمالي وفي قبة الغوري وقصر الأمير طاز وبيت السناري والمتحف الأديان. هتقام في احتفالية دولية كبيرة بتجمع بين التراث القبطي والإسلامي. فلسفة المهرجان التسامح، المحبة، السلام، رسالة السلام إلى العالم من خلال الورشة اللي بيعملها الفنان نصر عبد الفتاح للتأكيد على التواصل الإنساني بين شعوب العالم وبين كل الفرق والثقافات المختلفة اللي موجودة معنا في المهرجان. هذا الحوار الثقافي البديع بيدل على صورة مصر الحضارية والثقافية اللي بنصدرها للعالم من الأماكن التاريخية الجميلة ومن المنتج الفني المصري المتفرد إلى العالم كله. أنا سعيدة جدا لمشاركتي في هذا المهرجان، فهي فرصة رائعة لتبادل الثقافات ونقل ثقافة دولتي، هو شيء ممتع جدا. المهرجان يقام بمشاركة أكثر من 30 فرقة تمثل في الفرق المصرية إلى جانب فرق من الجاليات الأجنبية المقيمة في مصر، كما تشارك كندا لأول مرة هذا العام، وذلك وسط إقبال كبير من الجماهير للاستمتاع بالأجواء الروحانية والتراثية. مهرجان رائع وجميل لأنه بيشمل فرق كتيرة جدا من بلاد كتيرة جدا من 3-4 قارات في العالم. الجميل بقى هنا في مهرجان سماع أنه هو بيقدم موسيقى روحية، سواء كانت أناشيد، مديح، قصائد صوفية جميلة أنا بحبها جدا، ترانيم مثلا. التنوع الثقافي ده بيبقى جميل، بيخلي الواحد في حالة من السعادة كده. تراث الإنشاد الديني والإنشاد الصوفي حاجة ممتازة جدا في البلد، وحاجة جديدة جدا ان جميع تجمع الفرق مصرية على مغربية على سورية، دي حاجة طبعا حاجة ممتازة يعني. يهدف مهرجان سماع الدولي إلى إحياء فن السماع بأشكاله المختلفة، مما يساعد على نشر ثقافة الحوار والتواصل الإنساني بين ثقافات الشعوب، بما يعكس مكانة وريادة مصر الحضارية. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.